موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. أكد مصدر إعلامي أن طيران مجرم الحرب حفتر استهدف معسكرا لقوات البنيان المرصوص في منطقة سوكنا، وأضاف المصدر أن القصف لم يتسبب في وقوع أي أضرار ولا إصابات، بينما اقتصرت على بعض الخسائر المادية. يشار إلى أن ميليشيات الكرامة تحاول منذ مدة التقدم في مناطق الجفرة والمناطق المحيطة بها دون جدوى. أكد مصدر من القوى الثالثة للتناصح سيطرة القوى والكتيبة 201 بمساندة إحدى سرايا الدفاع عن بغازي على منطقة سمنو الاثنين وغنم 7 سيارات مسلحة ودبابة من ميليشيات بن نايل التي كانت تقطع الطريق بسمنو. المصدر أوضح أن ميليشيات الكرامة انسحبت حول نحو جبال الرويسات بعد أن أحكمت القوة الثالثة سيطرتها على منطقة سمنو وأعادت فتح الطريق من الجفرة إلى سبها. قتل 3 أفراد من القوى الثالثة إثر قصف جوي على بوابة سمنو شمال سبها الاثنين من قبل طيران تابع لميليشيات الكرامة. مصدر من الجنوب في تصريح صحفي أكد مقتل 3 أشخاص تابعين للقوى الثالثة المكلفة بتأمين الجنوب جراء غارة جوية لطيران تابع لميليشيات الكرامة على تمركزات القوة. مصادر مطلعة أوضحت بأن طائرة من نوع ميغ 23 تابعة لميليشيات الكرامة أقلعت من مطار براك الشاطي وأغارت على مواقع في قاعدة تمنهند. قال مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي إن محاور القتال بوسط البلاد بالمدينة تشهد هدوءا حذرا، وأضاف المصدر ذاته أن توقف الاشتباكات كان بسبب بعض الأحوال الجوية وانخفاض في مدى الرؤية. هذا وذكر المصدر أن طيران الرصد والتجسس يحلق بشكل مكثف على مناطق سيطرة شورى الثوار في منطقة وسط البلاد. تشهد العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية إغلاقا لعدد من الطرقات الرئيسية والشوارع والأزقة عقب هطول كميات وفيرة من الغيث النافع وانخفاض في درجات الحرارة. ووفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن التقلبات الجوية لا زالت تخيم على أغلب مناطق ليبيا مصحوبة برياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية وجريان بعض الأودية المحلية، مع انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشمال، بينما تسجل المناطق الجنوبية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ابتداء من يوم الثلاثاء. وحسب مركز الأرصاد الجوية فإن هبوطا للرؤية الأفقية ستشهده بعض المناطق خاصة على المرتفعات الجبلية. نتمنى السلامة للجميع، إلى اللقاء.